تشهد المحطة البرية لنقل المسافرين محمد بوذيا بسطيف حركة دؤوبة في التنقل لدى شريحة كبيرة من المسافرين الذين يفضلون السفر عبر الحافلات، فالإقبال الكبير عليها أحيانا يكون مصحوبا بالمشاكل، ويدفع ذلك إلى تعزيز دوريات المراقبة التابعة لمديرية النقل. راكم تلاحظوا فينا وبعد سلسلة الحوادث الأليمة اللي شهدتها بلادنا، قامت مديرية النقل لولاية سطيف بتسطير برنامج خاص بعملية مراقبة فجائية. أول شق هو الشق الردعي، والمتمثل يعني في تنظيم خرجات فجائية لمختلف المحطات ونقاط توقف الحافلات. تهدف هذه الخرجات إلى مراقبة وملاحظة مدى تطابق هذه المركبات والحافلات مع القوانين. تعمل دورية المراقبة على مدى احترام الحافلات المنطلقة والعابرة للمحطة لمعايير السلامة، كاعتماد سائق المناوبة أثناء السياقة. في الليل الناس اللي تمشي للطراجي التعب، لازم يتوقف ياخذ قسط من راحة. لازم الجانب لازم يكون جانب تحسيسي، بار اكزومبل السرعة. لازم احنا هنا كي يجي خارج سيارة الأجرة قلب العقل، ما تزربش، ما يأثرش. كاين دي فوا يقول لك كاين مسافرين يقول لك ازرب بيا، احنا نوصيهم على تجنب السرعة. حصيلة حوادث المرور بالحافلات ثقيلة، يتطلب مزيدا من السلامة لتجنب هذه المآسي.